هنتابع مع حضراتكم مجموعه من التمارين الجديده مع كابتن احمد عوض وهو مدير جيم النادي الاهلي بالجزيره. هنشوف معاكم التمرينات ونطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل الاستاذه منى في اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الخير على مشاهدين وجماهير الاهلي العظيمه. النهارده هنعمل تمارين بسيطه خالص بعد ما يكون سخنا وعملنا تمارين الاحماء بتاعتنا. اهم حاجه جسمي يبقى صح. هنعمل تمارين لمنطقه البطن السفلى اللي هي الجناب من تحت مع البطن السفلى. تمارين بسيطه خالص هنعملها مع بعض واحده واحده كده. هنبتدي من ليفل قليل لغايه لما نعنى بالليفل. تمام، ماشي في المكان، هثبت على رجل واحده، الركبه اللي انا واقف عليها تبقى متنيه سنه صغيره، الرجل الثانيه هطلع بركبتي لفوق وانزل، اطلع لغايه لما اقدر، يعني مش لازم اطلع لفوق قوي، اطلع ممكن هاف. هعمل 8 مرات، 4 3 2 1، الثانيه 1 2 3 4 كمان 4، اشد بطني وانا شغال، 8 برضو تاني، كمان 4 تانية، 4 كمان 2، هقفل صدري مع ركبتي في نفس المكان وايدي جنبي، 8 عدات، واحدة كمان تانية، 8 7 6 5 4 3 2، ماشي في المكان. هنبتدي نعمل بقى ركبة مع كوع، 1 2 3، مش بطني مشدودة، 2 1 تانية، 1 2 3 4 4 3 2 تاني، 1 2 3 4 4 3 2، الرجل الثانية 1 2 3 4 4 3 2 1، ماشي في المكان. هنبتدي نعمل ركبة للجنب من بره لجوه، 3 4 5 6 7 8، الثانية 1 2 3 4 5 6، بطني مشدودة، ثانية 1 2 3 4، برافو، 3 2 الثانية 1 2 3 4 كمان، ماشي في المكان. هنعمل كوع عكس ركبة تاني، يلا ها، 1 2، قربهم من بعض، لف وسطي معايا كده، انا شغل البطن الجانبية والبطن السفلى مع بعض، 2 اعكس، 1 2 3 4 5 6 7، ثانية 2 4 6، الثانية 2 3، برافو، ماشي في المكان. كده انا شغلت بطني الجانبية وبطن السفلى مع بعض. هنعمل اخر حاجة 8 عدات، بعد كده ماشي في المكان 8 عدات تاني. ريدي، هنعمل يمين شمال، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8، ماشي في المكان. اخر واحده بطني مشدوده، 1 2 3 4 5 6 7 8، ماشي في المكان. نفس جامد، طلع النفس تاني فوق، اميل لورا سنه صغيره عشان اعمل ستريتشنج لبطني، وبكده نكون خلصنا مع معلومات مفيده، تمارين جديده، الحلقه اللي جايه ان شاء الله.